هسه حاليا احنا في خاطر عمليات ترس فوق، حاليا نستطلع شفنا تحركات العدو وتسلل العدو وتجمعات حاليا امام القاطع. فعالجنا هسه حاليا الاسلحه الموجوده عندنا الثقيله، وحاليا نستطلع مره اخرى لكشف هذه المواقع ومعالجتها مره اخرى. حاليا احنا عندنا بطاريه الهوانات الخاصه بكتب اسناد لواء 28 مباشره بالتنوير الليلي لغرض كشف المواقع الخاصه بالعدو ومعالجتها. وهاي عندنا القضيه طبعا هي مستمره طيله الايام الماضيه والايام ان شاء الله تجي لغرض حمايه خط الصد في هذا القاطع من التسلل او التعرض. ان شاء الله. اشكرك يا حبيبي، اشكرك، بارك الله فيك، اشكرك. هسه انا هاي لا تاخذ اياها فد 100 وثبت فيها 100 وثبت فيها، بارك الله فيك. لا تدفع لي اياها بعد فد 150 او 200 تكون احسن. استمرني وياكم بنقل الاخبار اول باول عن الاخ المراسل كاظم.